قهوة خبيني اشتهرت منذ الحرب العالمية الأولى حين كان حين استدعت الدولة العثمانية معظم الشباب إلى الاحتياط العسكري أو إلى الخدمة العسكرية وكان وكانوا يختبئون من هاد من هذه الدعوة أنهم يعرفون أن الماضي إلى الحرب حرب السفر برلك هذه الحرب العالمية الأولى نسبة رجعته لا تتجاوز الواحد بالعشرة حيا وكان من المعروف ان من يمضون يقتلون في الحرب ويستشهدون بلا معنى فكانوا يهربون الى هذه القهوه هي ليس اسمها خبيني يهربون اليها ليختبئوا في داخلها